كنتم أسعد الله مساءكم، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج ساعة سبور الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات الشروق الإخبارية. إذن في عدد اليوم سنتطرق لانطلاق البطولة المحترفة بقسميها الأول والثاني والتي قص شريطها عشية اليوم بلعب مباراة واحدة عن المحترف الأول، تلك التي تجمع في هذه الأثناء أما بين حامل اللقب شباب قسنطينة وضيفه النصر حسين داي، في حين لعبت 6 مباريات عن المحترف الثاني، والمفاجأة كانت بسقوط رائد القبة بخماسية كاملة على يد أمل بوسعادة. في هذا العدد أيضا مشاهدينا الكرام نعرج على ندوة الصحفية التي عقدها أمس رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم السيد عبد الكريم مدوار، تحدثوا أيضا عن المشاركة الجزائرية في البطولة الإفريقية وكذلك العربية. إذن كل هذا وأخبار أخرى مشاهدينا الكرام ستكون محل نقاش في هذا العدد، فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا العدد ساعة سبور. إذن سنتحدث في هذا العدد كما قلت إلى مواضيع عديدة متعلقة بالرابطة المحترفة، انطلاق البطولة هذا الموسم، نتحدث أيضا عن المنافسة الإفريقية، المنافسة العربية وكذلك الندوة الصحفية التي عقدها الرئيس الرابطة عبد الكريم مدور. قبل كل هذا دعوني أرحب بضيوفنا لنهار اليوم، بداية بالإعلامي ومستشار الفاف صالح داي عبود. صالح مساء الخير، مرحبا بك معنا. مرحبا بك وشكرا على هذه الدعوة. يعطيك الصحة، شكرا، شرفنا بحضورك. إلى جانب صالح بيع عبود الحارس السابق فيصل بن طلعة شيخ، مساء الخير، مرحبا بك معنا. مساء النور، يعطيكم الصحة على الدعوة. شكرا على تلبية الدعوة. إذا نستهل هذا العدد قبل أن نتحدث عن البطولة المحترفة، نتحدث عن العقوبة التي سلطها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على فريق اتحاد العاصمة، عقوبة نوعا ما قاسية نزلت عشية اليوم بمعاقبة ثلاثي الاتحاد بن خماسة ب3 مباريات وكذلك الثنائي رفيق بودربال وكذلك الحارس إسماعيل منصوري ب2 مباريات إثر نشوب شجار بين اللاعبين في مباراة ريون سبور الرواندي في اللقاء الذي لعب بملعب مصطفى تشاكير بالبوليدة، عقوبة نوعا ما قاسية بالنظر إلى ربما الأحداث التي حدثت بعد المباراة. صالح بيع عبود نبدأ معك مدام أنك إعلامي وأنك متابع أيضا لقضية لمباراة اتحاد العاصمة، ربما الأحداث أو العقوبة كانت مفاجئة لأن الأحداث ربما لم تكن خطيرة إلى حد معاقبة اللاعبين ب3 مباريات ومباراتين على التوالي. صحيح هي مفاجأة وفي نفس الوقت يعني عقوبات جد قاسية بالنسبة لاتحاد العاصمة، كل ما كانش ينتظر يعني مدى هذه العقوبات، ولكن اليوم ربما التقرير نتاع الحكم والكوميسار نتاع الماتش حافظ اللقاء اللي يدون كما نقولوا التقرير نتاعو، الاتحاد نظن عنده فرصه باش يدير طعن في هذه القضيه، وفي نفس الوقت انا نظن باللي حتى ولا بقات يعني العقوبات هكذا نقولوا الحمد لله لان اللقاءات نتاع الدور المجموعه ما زالت متواصله في مجموعه يعني فيها فرق متواضعه نوعا ما، هذا يخلي الاتحاد يعني يحافظ على كما نقولوا الحظوظ نتاعو باش يتاهل، وهو عنده حظوظ يعني وافره باش يتاهل الى الدور القادم دور الربع النهائي، وفي نفس الوقت نقول باللي هذه فرصه كذلك للطاقم التقني باش يلعب لاعبين اخرين، وشفنا في البطوله العربيه وين لعب لاعبين شبان وكانت النتيجه يعني موجوده، ولكن هذا يعني لابد ان المسيرين تاع الاتحاد والطاقم التقني انهم يراعوا هذا مثل هذه القضايا، لان امام يعني فريق ريون سبور ما كانش يعني متواضع ولقاء ما كانش يعني كما نقولوا حاسم كبير وصعب وفي ظروف صعبه ولا ضغط على اللاعبين، لابد من تفادي هذه الامور لان المقابلات المتبقيه اصعب من هذه.
خاصة أن الاتحاد العاصمة كان عاد بفوز ثمين من رواندا. فيصل، ربما حابين نتكلم على العقوبة التي سلطت على الاتحاد الإفريقي على الاتحاد العاصمة، من باب أنه أولا ربما لم تكن مستحقة بالنظر إلى الأحداث، كانت فيه نشوب شجار ولكن ما كانش فيها يعني إصابات وما كانش فيه تجاوزات كبيرة. الأمر الثاني، ربما الاتحاد الإفريقي يريد ربما تمرير رسالة على أنه يضرب بيد من حديد على الفرق لربما وضع الانضباط، خاصة أحمد أحمد وهيئة الرئيس الجديد للكاف تريد أن تمسح كل سوابق حياته في الكاف. هي على كل حال صحيحة وش راك تتكلم صحيحة على كل حال، ولكن الإنسان لازم يتفادى هذه الأمور، لأن هنا راك تمثل الجزائر، والجزائر يعني لاعبين في المستوى هذا يعني متفوقين، فازوا على الفريق هذاك ويعني متأهلين، ما لازمش نوصل للدرجة يعني نتكلموا مع حكم يعني باش يعطيك، تقدر تخسر دورة بسبب على هاد اثنين لاعبين او ثلاثة، وبالخماسة ما تنساش بالخماسة سي ان جوار كلي تاع ليكيب، نعم، او تخسر ثلاث مباريات ركيزة، وزيد عندك زوج لاعبين ثانيك راح يروحوا بثنين مباريات. ولكن ان شاء الله احنا نتمنوا كيما يقول لك باش الاتحاد العاصمة يطعنوا وان شاء الله ما يكون غير الخير، لان عندهم لاعبين كيما قال لك تفضل الشيخ تاعنا، عندهم لاعبين عندهم امكانيات، ولاعبين ان شاء الله هذوك اللي راح يمثلوا الاتحاد في مكان بن خماسه ومنصوري ودربال يعني ان شاء الله يكون في محل ظن الجمهور تاع اتحاد العاصمه والجزائر. واتحاد العاصمه ايضا يخوض غمار بطوله كاس العرب للانديه، فاز اول امس على فريق القوى الجويه العراقي. نتحدث عن اربع منافسات، او الاتحاد سيلعب اربع جبهات، صالح بيعبود يلعب الاتحاد يلعب كاس الجزائر والبطوله المحترفه، اضافه الى كاس الكاف وكاس العربيه. كاس الكاف تبقى مطلب جماهيري لفريق الاتحاد بدون شك، لان فريق الاتحاد يعني منذ سنوات هو يبحث على اول تتويج افريقي، ما لم يعني يسعفوا الحظ لحد الان، لما لا هذه المره؟ نظن باللي مع قدوم حكيم سرار كمانجر وتكلم وضع يعني كما يقولوا الاهداف واضحه. هذا في متناول الاتحاد العاصمه، لكن بشرط ان يكون هناك كما قال بطلعه انضباط عند اللاعبين. نحن اللاعب الجزائري شفنا في كل مره يعني كان بعض المقابلات الحساسه تروح له غير بسبب هذه التصرفات، ولهذا نقول باللي من ناحيه الامكانيات الاتحاد العاصمه عنده ما يكفيه باش يلعب على كل الجبهات. نظن في الفريق هو قبل كذلك انه يلعب البطوله العربيه، ما تنساش باللي فيها يعني اموال 6 ملايين دولار الفائز للفائز، هذا يخلي كل الفرق تطمع باش توصل على الاقل الى الادوار النهائيه والفوز بهذه المنافسه، لان هناك جانب اقتصادي وجانب مالي لابد من اخذه بعين الاعتبار بالنسبه للانديه، وحنا نعرفوا باللي الانديه الجزائريه تقريبا كلها في 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 ازمه ماليه. نعم صحيح، حتى يعني الفرق الكبيره هذه تسعى الى يعني ضخ اموال في الخزينه نتاعها. نظن باللي من ناحيه التعداد البشري الاتحاد ولا المولوديه ولا وفاق سطيف يعني الفرق الثلاثه اللي راهي هي الاخرى تنافس في هذه المنافسات عندها يعني الامكانيات باش تلعب، وهذه فرق نقولوا بين قوسين محترفه. نعم. لازم انها تتعود على هذه المستويات. نعم. وتلعب على تقريب ثلاث او اربع جبهات، ولكن في نفس الوقت ممكن انها تراعي في نفس الوقت كيفاش تساير ربما الكاس المنافسة. العربيه تزامنت مع كاس الافريقيه، نتكلم على الكاف ولا على رابطه الابطال، ربما هذا الشيء اللي ربما يخلق بعض الصعوبات للاعبين صلاح الدين، لكن نظن باللي الفرق يعني قبلت انها تلعب، وفي نفس الوقت نظن باللي الصيغه تاع الكاس العربيه مش في ظرف قصير، يعني ستمتد تقريبا طيله الموسم. نعم. طويله. نعم. وحتى الاتحاد العربي درس الامور باش ما تكونش المقابلات باش ما تاثرش على اثر على البطوله وعلى الكاس الافريقي. نظن باللي هذا شيء ممكن يقدر يكون ايجابي اذا كانت الفرق تعرف كيف تسير الامور. احنا نشوفوا مثلا في اوروبا كاين انديه تلعب عده كان يعني بطولات فيها 20 فريق، وكاين الكاس وكاين ليغ دي شامبيون، كاين مثلا في بريطانيا عندهم لا 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 يعني الفرق هذه كلها، وتلقى اللاعبين يلعبوا تقريبا في الاسبوع مقابلتين او ثلاث. وشفنا في كاس العالم كيفاش اللاعبين لعبوا تقريبا 60 مقابله في الموسم ووصلوا حتى نهائيات كاس العالم. هذا يدخل فيه امور اخرى، هذا تسيير تاع استرجاع تاع
تدوير اللاعبين داخل النادي. نظن بلي هذه الامور لازم احنا نوصلوا كجزائريين نعلي المستوى ونحضروا اللاعبين تاعنا باش يكون عندهم هذه الامكانيات باش يلعبوا في مستوى عالي. على كل حال احنا في انتظار ان نتصل برئيس اتحاد العاصمة عبد الحكيم السرار او المكلف بالاعلام في فريق اتحاد العاصمة حتى ناخذ انطباع المسؤولين مسؤولي الفريق على هذه القضية، على قضية العقوبة المسلطة على ثلاثي اتحاد العاصمة. يلا نعود للبطولة الوطنية ونعود إلى البطولة المحترفة بقسمها الأول والثاني. كما قلت عجلت البطولة عادت إلى دوران عشية اليوم في المحترفة الأول والثاني. مباراة المحترفة الثانية انطلقت عشية اليوم، لعبت كما قلت 6 مباريات. أعطونا جدول النتائج إذا أمكن. شكرا لك يا جمال يا أم الدور. إذا النتيجة الأولى كانت بين اتحاد البوليدة وليدة تلمسان، انتهت بالتعادل السلبي. اتحاد الحراش فرض عليه التعادل أمام نجم مقرى بهدف في كل شبكة. ترجي مستغانم فاز خارج الديار أمام شبيبة سيكدا بذات نتيجة. أيضا اتحاد النبا فاز في خرجته إلى بسكرة أمام الاتحاد المحلي. مودية سعيدة مودية العلمة المباراة انتهت بالتعادل السلبي. وأما البوسعادة يدوك شباك رائد القبة بخماسية نظيفة، في حين ستلعب غدا المباراتين الأولى ستلعب بين جمعية شلف وجمعية وهران. شبيبة بجاية سيستقبل سريع غليزة. الفيصل البطل، أتكلم باختصار على النتائج، قراءتك لهذه الجولة الأولى للمحترف الثاني. قمنا بتكلم على الفريق اللي تخبطت في مشاكل وكنا نتكلم عليها في الكواليس. النتائج واضحة اليوم، اتحاد البليدة تعثر في ميدانه، اتحاد الحراش الصورة اللي تكلم على نفسها. الصورة تكلم على نفسها، تفضل. راك تشوف كيما راك تقول أنت، الصورة تكلم على نفسها. اتحاد البليدة ما عندهمش لاعبين، عندهم مشاكل مادية. رايد القبة، رايد القبة نفس الشيء. يعني كيما يقول لك تشوف رايد القبة تخسر 5 يعني بزاف بزاف، يعني رايد القبة يعني ما نقدروش نصور بلا ما نقصوا من بوسعادة. على كل حال يعني ما عندهمش إمكانيات رايد القبة توصل باش تخسر 5، يعني شوية صعيبة، على قاسية بزاف بزاف بزاف. ولكن شوف اتحاد عنابة الله يبارك لي طلعوا هاد السنة وحقوا، يعني اللاعبين جابوا هاد السنة، جابوا لاعبين جدد وعطاو التمار وخدموا تعبوا في بريباراسيون. دونك جو بونس باسكو شكون يش كلك على بالي اتحاد عنابة كون فريق ثاني، كونوا فريق وعندهم مدرب محنك وعندهم مدرب يعني كيما يقول لك مسيطر على الفريق بمعنى الكلمة، وداروا تربص مليح وجابوا لاعبين جدد اللي ساعدوا الفريق، والنتيجه يتكلم على نفسها. اتحاد الحراش نفس الشيء، فريق كما يقول لك عريق. شوف كل سنه راه يتخبط في مشاكل، في مشاكل ديما فلوس. يعني المشكل هو تاعو سي كيسيون دارجون، ما كاش حاجه واحده اخرى. نشوفوا مستغانم السنه هذه اللي طلع نفس الشيء، افرض نفسه في هذا المستوى، هذا في دور المحترفين ثاني. نتمنى ان شاء الله يكون كما يقول لك يحسنوا الاوضاع تاعهم. وكما يقول لك تانيك نفس الشيء، سعيده رايت اليوم راهي تخبط في نفس المشكل، نفس المشاكل. العلمة الحين الحمد لله العلمة راهي بدات تتنفس مع قدوم الرئيس مكتب جديد واللي كان اللي كان من قبل واسمه هرادة، على كل حال معروف. على كل حال نتمنى لهم ان شاء الله النجاح. العلمة وصل مع هرادة لرابطه ابطال لافريقيا، بارك الله. وصل شبونس دمي فينال، نعم، تشامبيونز ليغ، لا وصل لدوري المجموعات. دوري المجموعات دونك سي كيك شوز ديكستراوردينار، توصل دوري هكذاك خلاص. يعني كيما نقول لك نتمنى ان شاء الله هذه الانديه اللي كانت تتنافس تعاود ترجع للمستوى تاعها، وان شاء الله نشوفوا هذا الحل هذه تاع المشكل تاع الفلوس تاع الانديه. ورؤساء الانديه دائما هما طرف في هذا النزاع، دائما هما طرف في هذه المشكله والمعادله التي لم نجد لها حل حتى الان في البطوله المحترفه. نواصل نتحدث على المحترفه الثانيه، على فريق اتحاد الحراش. فريق اتحاد الحراش الذي كما قلت تعثر في اول جوله على ارضيه ميدانه بملعب اول نوفمبر بالمحمدي امام نجم مقرى. التصريحات رصدها لنا الزميل كريم شاهين الذي تابع المباراه. تتابع. كنا نجم نربحوا المقابله، كنت تشوف دخلنا فرص كثيره، نقص التركيز ويعني ما امنوش القدره تاعهم من جهه. في الشوط الثاني خانتهم اللياقه البدنيه، فريق خاص كان احسن بدنيا، نظن هو اللي خلى اللاعبين تاعنا يبحروا بكرات كثيره ويهدروا اهداف امام المرمى. كنا على بالنا باللي الفريق تاعنا ماهوش 100% بدنيا.
واجد كان عندنا شويه مشاكل شويه في وسط الميدان، ما عرفناش كيفاش نروحوا للهجوم نستحوذوا على الكره، وهذه الامور كما قلت لك نحصلوها من جوله لجوله ان شاء الله باذن الله. ضيعنا 3 نقاط امام اتحاد الحراج لانه ما لعبش بالفريق الاكبر، لعب بالفريق الاصغر. الحمد لله احنا كنا جايين على 3 نقاط، الحمد لله حققنا نقطة هذه اللي ترفعنا المعنويات ان شاء الله لماتش اللي راه جاي ان شاء الله. لي سينيور كما تعرفوا باللي ماشي كاليفي، مدينا 100% من جبنا نتيجة إيجابية، وإن شاء الله يعطونا لا شونس من الفوق يشوفوا شوية في ليجان، باسكو العوام هادو ما اللي فاتوا ماهمش كاع يشوفوا في ليجان، وكاين اللي عندهم إمكانيات ويقدروا يلعبوا سينيور. حنا بريباراسيون ما درناهاش زعما مليحة حتى التم، كما أنا واحد من الناس ما جاي كاع بريباراسيون، دخلت معاهم من ستاج فاش تاورن دو جور ديريكت لعبت، فاهم إسبوار وكاع معليش إمكانيات ما كانوش في ليكيب معليش. إذا كانت هذه تصريحات فريق أو لاعبو فريق اتحاد الحراج بعد التعثر أمام النجم مقرة، شفنا لاعبين شبان لاعبين الفريق الرديف هم من كانوا حاضرين في هذه المباراة، وبسببها تم إلغاء مباراة الفريق الرديف أمام أمل أو أمام نجم مقرة بسبب مشاركة كما قلت جل لاعبين مع الفريق الأول. صالح باي عبود، ربما كنا نبتسم خير أنه المكتب الجديد والتغييرات التي حدثت مع نهاية الموسم الفارط لفريق اتحاد الحراج أنه ربما راح يكون فيها نتائج ايجابيه. الفريق بعد ذلك سقط الى درجه ثانيه، تسمى خير مره اخرى، قلنا ربما هذا السقوط سيعيد الفريق الى المكان الصحيح، ولكن البدايه ربما تشاؤم يسود تشاؤم، هو راح يكون السمه الاولى للانصار بدون شك. انا نقول هذه ما هي الا البدايه، نتمنى لاتحاد الحراج كل خير لانه فريق يعني عريق وعنده تاريخ وكان في الماضي مدرسه، اليوم راه يتخبط يعني، وهذه ماشي وليدة اليوم يعني، فريق اتحاد الحراج منذ سنوات ويتخبط في عدة مشاكل في أزمات بين المسيرين تاعو. اليوم النتيجة راه شفناها في القسم المحترف الثاني، نعم، والبداية صعبة وصعبة جدا. ما ننساوش باللي من بين 12 فريق اللي كانت عندهم صعوبات مالية في البداية، صحيح، أو إلا 3 فرق من بينهم اتحاد الحراج وفريق رائد القبة تكلمت عليه منذ قليل وفريق شباب الوزداد. نتمنى أن الفرق الثلاثة هذه وهي فرق عاصمية اتحاد بليدة أنها يعني تسوي الوضعية نتاعها، الموب تنفس، وهذه نتيجة كذلك نتيجة الصرامة التي أخذتها يعني سواء الرابطة أو الاتحادية، نعم، هذا لوضع حد لهذه الظاهرة اللي راهي تتراكم من ديون منذ سنوات، صح. هذا لازم حتى المسيرين يتحلوا بروح المسؤوليه ويمشوا الفريق نتاعهم حسب الامكانيات نتاعهم ويخرجوا من هذه كما نقولوا الازمات التي ما تجيبش نتيجه. يعني شفت اليوم الفريق تاع اتحاد الحراج حتى واذا تعادل فوق ارض ميدانه نظن باللي ماشي يعني نهايه العالم، ولكن لابد من المسارعه في وجود كما نقولوا الحلول باش هذا الفريق يعود الى السكه وما يهتم الا بالجانب الرياضي، لأن الجوانب الأخرى هي اللي اليوم راهي تأثر على سيرورة الأندية والنتائج تاعها. ورئيس الرابطة كان عرج أمس في ندوته الصحفية حول هذا الموضوع، موضوع ديون الفرق التي حرمت من الانتدابات. نسمع ماذا قال رئيس الرابطة عبد الكريم الله. اللي ما يجيبش ملف كامل وما يخلصش، يعني واش لازم يخلص ولا يجيب؟ أنا ما يهمنيش يخلص، يجيب لي اتفاق مع اللاعب، اللاعب يقول أنا ما نسالش. مشكلتهم من بعد يخلصوا اليوم غدوه سا سي با نوتر بروبليم، وهو اللاعب يرضى باش يدير دي كونسيسيون للنادي ويجيب دروك. هذه قرارات انا مانيش مسؤول عليها، انا نطبق. تقول لي تجيك اوامر فوقيه خلاص نقلعوا لا فيدراسيون ليك خلي الناس ديسيدي، حنا ما نعطوش لي نوفيل ليسونس النوفو كونترا اللي تمضى من طرف يعني اللاعب والنادي ما نعطوهاش للنادي. كل الشارع والضغط الشارع وانا هذاك انا مانيش نجيري في الشارع، انا نجيري في رابطه يعني في اون كومبيتيسيون كاين قرارات، سي با لا ليغ اللي تدي القرارات، لا ليغ تطبق القرارات تاع المكتب الفيدرالي. إذا كلام رئيس الرابطة عبد الكريم الدوار كان واضحا، وفيصل بن طلعة يوافق تماما كلام رئيس الرابطة والخطوة التي أقدمت عليها الهيئة الكروية ربما حتى تحل المشاكل، وحتى رؤساء الأندية يعني ما يستعملوش هذا النفوذ وهذا المنصب اللي ربما إهام المناصرين
والانصاري في كل مره يعني يتسناو موسم كبير ولكن يصطدمون بالواقع بامر الواقع انه فريقهم لا يقدم شيء. والله كما يقول لك انا شوي تري كونتون بالكلام تاع رئيس الرابطه. احنا انت ماحناش كما يقول لك نفرحوا لان علاش لازم انسان دوك لازم نولوا حقيقيين كما يقول لك اون دي بروفيسيونيل. نعم. احنا نلعبوا كره قدم بروفيسيونيل دونك هذا الرئيس هذا اللي جا طبق القانون ما يزعفوش عليه القانون على الجميع دوك الانسان دوك هذا هو الامر اللي خلى شيخ ان شاء الله كل مرات تكون نفس المشاكل. والله نتمنى من الدور ان شاء الله يكمل في هذا الطريق والفيدرال تكمل في هذا الطريق باش نطلعوا المستوى تاعنا دوك وين رانا رايحين. المشكل هذا اليوم ما اليوم يسمح لواحد او يسمح لنادي اخر نادي وغدوه ان شاء الله نادي اخر يزيد يجيه كيف كيف نولوا ديما مشكل وشنو الفلوس. انا نتمنى ان شاء الله ما يزعفوش رؤساء الانديه على هذا الكلام تاع مدور ويعطيه الصحه وان شاء الله نتمنوا الانديه اللي عندها مشاكل تاع الفلوس تاعها يعني شي يمشي لي موين دور دوك انا دوك انا لازم علاش نصرف 60 مليار نصرف 20 مليار هذا واش عندي امكانيات تاعي ونهار يدخلوا لي اموال نجيب لاعبين كبار ونجيب نطلع في البيجي تاعي ونخدم ونسعى اكثر. ولكن ان شاء الله نتمنى مدور يكمل في طريق سالم اعطيهم الصحه ولكن شويه الانديه شويه لازم تمشي بالامكانيات تاعها. علاش؟ لان باش نطوروا كره القدم وكل مره نشكيوا على الفلوس اللاعب ما خلصش مدرب ما خلصش جوسكا كون. نعم جوسكا كون قعدوا هكذا الامور تعفن في كل مره والفريق والخسائر كل مره الفريق يشوف كما اتحاد الحراش كل سنه نفس الشيء فريق نعم. كبير وانا لعبت فيه ونحيي الحراش على كل حال نعم. لعبت فيه عدة سنة المكان ما يستحقش نعم. الاتحاد الحراش ولا رائد القبه نفس الشيء رائد القبه فريق كبير مدرسه نعم. خرج لاعبين خرج كما يقول لك بالك هو اللي يشفي اكثر من اللاعبين كبار انا نعرف عصاد وجماعه ولا كلها سرباح ولكن كما يقول لك رائد القبه مستوى كبير نفس الشيء مشكل سي كوا سي الفلوس كما شباب الوزداد نفس الشيء شباب الوزداد الالماس وما ادراك شوف وين راهم شباب ولعبت فيه شباب الوزداد انا ثاني نعم. تربيت فيه ولعبت فيه شوف وين راهو يتخبط هو اعطى مثال بفريق شباب الوزداد قال انه في كل مره كنا نمنحوا الفرصه لفريق شباب الوزداد لتصحيح الامور ولكن الامور وصلت الى ربما طريق مسدود رئيس بوحفص غائب الاجور لم يدفع اجور اللاعبين الكل يعني كما يقولوا بالعاميه الكل يسال هذا ما زاد الامور تعقيدا لفريق شباب الوزداد. والله كما يقول لك ان شاء الله احنا نتفائلوا شباب الوزداد فريق كبير مالك كاش ما يعني يهديهم ربي ان شاء الله يسويوا الوضعيه هذه تاع الشباب وشباب ماهوش فريق يعني شباب فريق كبير عريق وكل شيء نتمنى ان شاء الله تتحل المشكله هذه تاع شباب بالكور واتحاد الحراش ونفس الشيء كما يقول لك الانديه يعني لا يتخبط في هذه المشاكل ان شاء الله. خطوه رئيس الرابطه عبد الكريم الدوار ربما ستغلق الباب امام رؤساء المتطفلين ان صح التعبير ربما تكلم على وضع هذه الخطوه صالح بايع عبود لربما ايقاف هذا الرؤساء رئيس ولا قانون الاحتراف واضح انه الرئيس لازم يكون مستثمر يكون عنده اموال لشراء اسهم في الفريق او شراء النادي حتى يتمكن من رئاسة مجلس إدارة الفريق. الأمر ربما العكس هو الذي يحدث الآن رؤساء يجوا يسنوا سبونسورينج يسنوا تدعيم الدولة ويسنوا أمور أموال يعني خارج من جيوبهم على هذا يزيدوا يمدوا أيضا أجور خيالية للاعب لأنهم ما يجبدوش من جيبهم. كل هذه الأمور ربما بهذه الخطوة بهذا القرار بهذا الصرامة لتكريم الدوار ربما ستضع حدا لهذه الممارسات. شوف هو قال هذا وقال أكثر من ذلك تكلم على فشل الاحتراف الجزائري هذا نظن باللي النتيجة هذه يعني الاحتراف الجزائري ما هو إلا أسطورة يعني منذ 2010 الظروف اللي جا فيها الاحتراف إلزام 32 نادي محترف هذا نظن باللي شيء ما كانش يعني مقبول واليوم النتيجة رانا فيها نظن باللي إن شاء الله نتمناه هو أن بداية النهاية كما يقال نعم. لهذا الاحتراف المزيف اللي ما عطى حتى نتيجة وخلى زادت الامور تازمت وتعقدت نعم والفرق هذه الانديه كشركات اللي تسير الفرق كلها مفلسه والقانون التجاري واضح في هذا اذا طبقناه اليوم كل الانديه تحل ربما اربع او خمس فرق اللي حتبقى يقول لك حتى الانديه الكبيره هذه سواء المولوديه او الاتحاد كما يقولوا البيلون تاعهم اللي نيجاتيف الحصيله تاعهم الماليه سلبيه ولهذا من الجانب التجاري هي كلها مفلسة لأن الفرق هذه صح عندها دعم واليوم النوادي الأخرى هي الأخرى تطلب في الدعم لماذا
لماذا الفرق هذه تدعم والفرق الاخرى لا تدعم؟ هذا الامر اللي ربما راه مطلب عديد، اصبح مطلب ومطلب يعني كما قانوني شرعي قانوني، لان الانديه الاخرى هي الاخرى. تقول كان نحن انديه كبيره وعريقه وعندنا تاريخ، ولهذا نظن باللي لازم اعاده النظر، وهذا اللي نشوف فيه يعني في الاشهر القادمه سواء الاتحاديه او الرابطه، هو اعاده النظر في هذا الاحتلال. نعم. مش ما نبقاوش نخليو الامور، نظن بلي هذه بدايه لازم تكون صرامه، لان الليونه ما جابت حتى نتيجه. صح. احنا الليونه عده سنوات ما جابش نتيجه، واليوم حتى الفرق التي كانت محترفه سقطت الى كما نقولوا القسم الهاوي بديون بديون. واليوم الاتحاديه والرابطه الاتحاديه اخذت قرار ان حتى الفرق هذه ممنوعه من جلب اللاعبين وهي في المستوى الهاوي، حتى انها تسدد الاموال تاعها. ولهذا نظن يوم لازم نرجع الى الواقعيه والموضوعيه ونجد حلول للفرق هذه باش تكون يعني كما نقولوا تتنمى وتنشط في ظروف حسنه، ولكن كما نقولوا باموال باينه. نعم. وماشي كما نقولوا تضخيم الاجور. ما تنساش باللي في وقت ما الحسابات اللي كانت يعني بين ايدينا هي تقريبا 80% تاع الكتله تاع الماليه تاع النادي كلها رايحه غير للاجور. الاجور غير 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 عادي في المقابل ما كاينش مدخول، واي مدخول في المقابل هذا من لا. شفت عبد الكريم من مدور تكلم على البث التلفزيوني والامور اللي تجي ضائله، الملاعب ما تدخلش، الملاعب تخلي كلها صغيره ما عدا بعض الملاعب، وحتى كما نقول من المدخول كي تشوف التذكره ما بين 200 او 300 دينار يعني ما حاجه. سبونسورينغ في بعض الاحيان يعني هو الاخر ما يكفيش، بالمعرفه بين قوسين فيها امور خفيه، فيها امور كذلك يعني. ولهذا يعني المداخيل تاع الكره الجزائريه تاع البطوله الجزائريه اللي ماشي يعني تصدر هي الاخرى الى الخارج، ما عدا قناه واحده اللي يعني كما تبث المقابله تاع البطوله الجزائريه، يعني هذا يصبح يعني ضئيل جدا من ناحيه جلب الاموال. ولهذا اليوم لابد من اعاده النظر وترتيب البيت نتاع الانديه وتاع البطوله، واعاده النظر في عده امور، في امور تسيريه تتكلم على نادي شباب بوزداد، يعني شيء يدهش الانظار ان الموسم الثالث على التوالي رئيس نادي غائب تماما، الموسم الثالث على التوالي، وهذا يعني اثر على النادي واثر على الانصار اللي يعني ما يستاهلوش يشوفوا الفريق نتاعهم في وضعيه مثل هذه. واليوم الفريق ربما حرم من الانتدابات ويعاني من ضائقه ماليه، يعاني من الديون، الامر الذي ربما سيعرقل بدايه موفقه للفريق. مادام صلاح تكلمت على النقل، حقوق النقل التلفزيوني هي ربما الممول الاول لهاته الفريق، نسمع ماذا قال رئيس الرابطه عبد الكريم دوار. درنا يعني في المكتب الفيدرالي اقتراحات، منهم اقتراح باش يعني نسمحوا لهذه الانديه باش متخلص لي يعني حقوق الانخراط الدروا دونغاجمون، وكي يدخلوا دراهم تاع البث التلفزيوني يوقع الاقتطاع، ولكن هذه العمليه يعني قوبلت بالرفض من المكتب الفيدرالي. احنا مشينا الحل الثاني، وهو باش نعطوا ديزافونس من حقوق البث للرابطه الثانيه والاولى على عاتق الرابطه، حتى يعني يدخلوا دراهم تاع لي دو شان دو تيليفزيون لا تيليفزيون ناسيونال اي زير تي في، وهذا من اجل تسهيل المهمه للانديه باش يخرجوا من هذا يعني نوعا ما من هذا الشيء اللي تخبطوا فيه. اذا على الانديه البحث عن مصدر تمويل اخر غير حقوق نقل البث التلفزيوني التي ربما دخيله لا توفي المطالب الماليه للفرق المحترفه. فيصل بن طلعه، كلام مدوار ربما البارح كان واضح، كان صريح، خاصه فيما يتعلق بالامور التنظيميه والاموال ايضا مستحقات اللاعبين خاصه. هو كما يقول لك باين الكلام تاعو راه كان باين واضح كي الشمس، وانا احييه بهذه المناسبه. أنا نعم. نتمنى ان شاء الله يكمل في هذا. لا هي خطوه ايجابيه اللي يتكلم عليهم، هو ربما يعني الحل الوحيد لي هو اللي كوريكت جاز على كان رئيس نادي ويعرف الامور
والحين لازم كما يقول لك نضربوا بحديد. يعني عندك الفلوس تخلص لاعبين تاعك، جيب انتدابات تاعك، ما عندكش الفلوس ما تقدرش تنتدب. ولكن يحاولوا الرؤساء الانديه باش يصلحوا الاوضاع تاعهم ويمشوا كما يقول لك سويفون لي موان. وانا السؤال اللي كنت نطرحه في كل مره فيصل ولا صالح، انه علاش حتى اليوم بعد حوالي 9 سنوات من تطبيق الاحتياط باش خممنا نديروا هذه الاجراءات وهذا القوانين؟ لان الامور كانت واضحه من الاول انه الاحتراف لازم يكون مبني على الناس اللي تستثمر اموالها في كره القدم، وعكس هو اللي حدث الان. الانديه كلها تستنى ربما تمويل الدوله، ولا ما عدا كما قلنا فريق اتحاد العاصمه اللي ربما عنده تسيير ذاتي مع شركه. والله بارك الله فيك على هذه لاكيستيون، عجبتني بزاف بزاف. نعم، وتمنيت ماذا بك سي صالح تجاوب عليها لانها مليحه هذه حساسه. انا جو با كيفاش لاعبين ما يخلصش عام وبعدين تخلص لا سيزون يروح يتليبيرا في مكان اخر. سي امبوسيبل، ما تخلصوش يصرى ليب، تعطي له 3 موا يدي 3 شهور ويروح يلعب في نادي اخر. مستحيل مستحيل. اللاعب اليوم راه في عندك ما يخلص 3 شهور لازم تخلصوا دراع. عندك ميزانيه نورمالمون كاينه كونسيونمون، تخلي ميزانيه كيما مانيش عارف كيما فريق وين صرات فرنسا، في فرنسا يا بلوكاو لهم دراهم سي صح. واش الكلوب لا نسيت عندها سنتين يعني طبقوها يعني القوانين تاعهم، عندهم لا دين سي جي تاعهم طبق القوانين. فوالا يعطيك الصحة. علاش نلحقوا؟ علاش نخليوا حتى نهاية السنة؟ يا خويا تخلص، تقدر تخلص لعاب جيب لعاب، ما تقدرش تخلصوا ما تجيبوش. أنا نذكر فريق بارما الإيطالي، فريق العريق، كان سقط لدرجة رابعة بسبب الديون وبسبب الإفلاس. لو كان يطبق هذا القانون على الأندية الجزائرية كما قال صالح في بداية الموسم جل الأندية راح تنزل. والله نقول لك حاجة، والله ماذا بيا يطبق في الجزائر. تعرف علاش؟ والله يتحسن كرة قدم في الجزائر لو يطبق. ولا وشو ربما هذا هو الحل الوحيد. شوف وشو يتكلم سي مدور ورئيس الفيدرالية الجزائرية، والله العظيم غير يتحسن كرة القدم تتحسن. راح يكون فيها تكوين، راح يكون فيها تكوين من أحسن تكوينات. لأن علاش؟ اللي عندك تقدر تكون، ما عندكش ما تقدرش. وما يكونش عندك اموال ما تقدرش تنتدب لاعبين وانت ما عندكش. بارك الله فيك. تعتمد على التكوين على المدرسات الفريق. صح، هذه هي ونفس الشيء منطقي. يعني ماشي حاجه صعيبه. وحاجه مليحه في الجزائر، كل الانديه اللي راهي تلعب في كاس افريقيا راهي فايزه. دونك لو فوتبول تاعنا راهو مليح. اكيد. صح ولا لا؟ صح. وفاق ستيف تأهل، اتحاد العاصمه تأهل، مولوديه الجزائر تأهل. لا حتى في السنوات الاخيره الانديه الحمد لله راهي الدعوه تمشي، كاين لاعبين كاين ولكن شوية يعني لازم نراجعوا. روحنا لرؤساء الأندية، لازم شوية كما يقول لك تكون عندهم إمكانيات باش يحكم الفريق. وكاين ربما بزاف من رؤساء الأندية سمحهم الله، أنا نعتبرهم مرتزقة صالح بن عبود، لأنهم يعني في محيط متعفن في كرة القدم ربما ما كاش أموال وما كاش إمكانيات، ومع ذلك يبقوا على رئاسة الفريق ويبقوا يمدوا أموال ضخمة للفرق أو اللاعبين. يلا يلتحق معنا عبر الهاتف رئيس فريق شبيبة الثورة محمد زرواطي. سي محمد زرواطي أهلا وسهلا، مساء الخير. سي محمد هل أنت في الاستماع؟ ألو. مساء الخير سي محمد زرواطي، نحن على المباشر عبر قناة شروق نيوز في برنامج ساعة سبور، أهلا وسهلا. مساء الخير، ونشكر شروق نيوز ونشكر الجماعة اللي راهو معكم بعد. نعم مرحبا بك سي محمد زروات. نتكلموا على قرارات اللي اتخذتها الرابطة بخصوص مستحقات اللاعبين والديون العالقة للأندية. تكلمنا قبل قليل على أنه ربما هذه الخطوة ستساعد على النهوض بكرة القدم. ما رأيكم سي محمد زرواطي في هذه القرارات اللي تكلم عليها رئيس الرابطة عبد الكريم دوار امس في ندوة صحفية؟ على بالك. الو الو. نعم سي محمد هل انت في استماع؟ مانيش سمعك هيا، مانيش سمعك هيا. يلا سنحاول الاتصال مجددا برئيس فريق شبيبة الثورة. هل انت في استماع سي محمد زرواطي؟ انا مانيش سمعك بصح. نعم، اذا انا نتكلموا في البرنامج على او في البلاطو على قوانين التي وضعها الرئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم السيد عبد الكريم الدوار في أمس في الندوة الصحفية. تكلم على الديون وتكلم على القرارات الصارمة التي ستتخذها الهيئة الكروية في حق الأندية. ما تعليقكم على هذه القرارات؟
ما يخفاش عليك قرارات الرابطه اللي يدير فيهم الرئيس الجديد السي مدور، الا كانت قرارات اللي تنفع الفرق وتنجح الفرق ما كانش غادي يعارضوا في هذه القرارات، ولا حنا كاع الفرق هما نكونوا معاه باش نعاونوا الرابطه باش نمشي قدام، ما نقعدوش نعكسوا لا في المشاكل وفي نعرقوا، لابد نعاونوا الرابطه اللي خاص باش تمشي قدام. نعم، فيما يخص تحضيرات فريق شبيبة الصاوى للموسم الجديد سي محمد الزرواطي، يعني هل الفريق مستعد للعب على ثلاث جبهات هذا الموسم؟ ما يخفاش عليك شبيبة الصاوى على بالك عندها انستابيليتي اللي تبغى في بلاصتها، انستابيليتي تاع الستاف تكنيك، ستاف تاع الاداره، بعض اللاعبين المستشار تقعد دائما لي بريباراسيون اللي نديروها عاديه، تقريبا المشاكل اللي قاعدة في فريق شباب الثورة اللي كان خدمنا خطة اللي خدمتها الإدارة اللي تمشي عليها اللي يجي يمشي عليها. خدمت معاها هنا هنا بات بروبليم دار. نعم، إذا محمد زروات رئيس فريق شبيبة الثورة كنت معنا على المباشر عبر الهاتف، الصوت الذي لم نسمعك جيدا ولكن شكرا على كل حال على المشاركة. إذا نواصل فيصل الحديث على تحضيرات الأندية لهذا الموسم الجديد لكرة القدم، وربما الميركاتو الشيء اللي ربما ميز هذا الموسم أو تلاقة الموسم الميركاتو نقولوا ضعيف من حيث النوعية، كان الميركاتو يعني في بزاف انتقالات وفي عديد اللاعبين اللي غيروا الوجهة، ولكن ربما من النوعية ومن الأسماء ربما الميركاتو كان نوعا ما ضعيف باستثناء فريق وفاق سطيف شباب قسنطينة بدرجة أقل أهلي برج بوريج وكذلك شباب قسنطينة. نعم مدير فهد، نعم على كل حال نولي قبل كي تكلمت على زرواطي لأن أنا اشتغلت معاه وكما يقول لك إنسان محترم. نعم، ونشكره لأنه يعني يحب الفريق تاعو، قدم كل شيء للفريق، كل شيء للفريق تاعو، يحب إنسان هذا يحب الفريق تاعو ويسبق كما يقول لك تسبق جي اس اس قبل كل شيء، ونحييه بهذه المناسبة ونتمنى لهم كل خير. وبما يخص الانتدابات اللي تقامت بشباب قسنطينة وهذو أندية كبيرة، نعم تو لي كلوب كي زون ريوسي لور ريكروتمون سي شكي شكون يعني مولوديا لوسما لامسيو لامسيو تانيك اللي داروا انتدابات ملاح نوعيه ان شاء الله نتمنوا لهم ان شاء الله باش بالمدرب وكل شيء اللاعبين اللي جاوا جدد عندهم. نفس الشيء اتحاد العاصمه مولوديه الجزائر شكون تانيك اتحاد العاصمه اهل البرج واش يقولوا لهم يا نعم باستثناء شباب الوزاد نعم شباب الوزاد جابوا لاعبين وهم حاصلين هكذا بهم على كل حال. نعم يعني سي اون بون شوز بور سورتو بور لو سي اس اي، علاش؟ لان عندهم كاس افريقيا يدخلوا في مرحله تاع كاس افريقيا لازم لهم لاعبين، وكما قال لك الشيخ مقبلات ليوسما فريق اتحاد العاصمه يقدر يلعب على اربعه جبهات لان عندهم لاعبين عندهم واحد 28 لاعب يقدروا يدوروا الفريق. مولوديه الجزائر نفس الشيء، شبيبه الثوره عندها امكانيات عندهم لاعبين بزاف وعندهم لاعبين في يعني في في في, في المرحله السنيه عندهم لاعبين ملاح على كل حال، مام في في في, في لو بون دو رومبلاسون كاين لاعبين ممتازين عنده خيارات وان شاء الله كما يقول لك نتمنوا للانديه الاخرين ان شاء الله باش تتحسن الاوضاع تاعها. صالح بيعبود، رأيك في الميركاتو الصيفي انتدابات اللاعبين؟ ربما حسن حمار هو كان واحد من الأول الرؤساء اللي بدأ في أو دخل في الميركاتو بقوة، يحضر للكأس العربية، يحضر أيضا للمنافسة الإفريقية، انتدابات نوعية حاله حال فريق مولودية وهران وبرج بوعريريج وكذلك فريق شباب قسنطينة. هو الميركاتو نظن باللي كل فريق عنده الاستراتيجية تاعو وعنده طريقة التسيير تاعو خاصة من الناحية التقنية، نظن باللي بعض الفرق عندها استقرار سواء على العارضة التقنية أو المجموعة اللي موجودة، ولهذا الانتدابات تكون يعني مدروسة وهي تدعيمات يعني في بعض المناصب. كان بعض الفرق يعني اللي تدير نقلة نوعية تلعب يعني على عدة جبهات لابد أن تكون عندها بنك احتياط مكثف. نعم. يعني هي استراتيجية، كل فريق عنده الاستراتيجية تاعه، ولكن نظن باللي الانتدابات ما نقدرش نحكموا عليها اليوم، لازم ننتظر يعني
عده مقابلات باش نشوفوا النوعيه تاع اللاعبين وهل يندمجوا في طريقه اللعب، هل لان كما نقولوا الفريق اللي عنده الاستقرار تاع الطاقم التقني والطاقم التقني هو اللي يجيب الانتدابات، هذا شيء ايجابي عكس ما يجري في بعض الفرق وين المسيرين هما اللي يجلبوا اللاعبين ويفرضوهم على المدرب ولا على الطاقم التقني. نظن باللي هذا الفرق ديجا بعد بين فريق وفريق. فريق شباب قسنطينه بقى المدرب تاعو، مولود الجزائر نفس الشيء، فريق وفاق سطيف نظن باللي المسير تاعهم عندهم من الخبره في العشريه الاخيره، يعني فازوا بعده القاب. نظن باللي وفاق سطيف صحيح مر بموسم نوعا ما انتقالي، اليوم راهو في رحله البحث على الموازين تاعو، جاب مدرب محنك عنده خبره. الفريق تقريبا بقى يعني كما نقولوا المجموعه بقى تقريبا 60-70%، جابت انتدابات نوعيه باش يعاود يرجع الى الواجهه ولما لا يفوز بلقب، لان الوفاق اليوم فريق تاع القاب يعني ما يقدرش يلعب الادوار الاخيره. البرج نظن كان بعض الفرق اللي في ديناميكيه الصعود نتاعها حافظ على الاستقرار وحافظ على جلب اللاعبين مثل اتحاد عنابه مثل برج بوعريج، هذه فرق عندها يعني اهداف انها على الاقل تبقى في القسم الوطني المحترف الاول. اتحاد عنابه يحاول الصعود الى القسم المحترف الاول لانه الامكانيات، ملعب جمهور غفير كبير ويقولوا يتبع الفريق نتاعو، حتى اليوم الاستقرار اللي كان في النادي خلى جات النتائج. نظن باللي كما يقولوا النتائج ماهيش صدفه، ماهيش صدفه، هي كلها ظروف متاحه للنجاح وخاصه الاستقرار. سي زرواطي يتكلم منذ قليل، صحيح انا بالك نعيب عليه شيء واحد وهو يبدل شويه كثير المدربين، اذا وصل الى وقت ما يعني يخلي طاقم يعمل لمده على الاقل موسم او موسمين، نظن باللي يزيد يدير وثبه نوعيه احسن من هذا. فيصلك تضحك هو يعرفوا بالك احسن. عندك تعقيب على الكلام ولا لا؟ لا يعني كيما يقول لك سي زرواطي يحب الفريق تاعه وما يحبش يخسر. زرواطي سي تان غانيور، ونتمنوا له كل خير ان شاء الله. لا ماشي موفي بيرتون، ولكن يحب الفريق. يعني انا شوف بيرسونيلمون ما نكذبش، انا عمري ولاش بريزيدون يحضر لي سيونس دونترينمون. نعم والله ما شفتها، خدمت في عده انديه من البدايه تاع التمرين حتى يخلص لونترينمون هو حاضر ونتيجه عنده وجود ويشوف مليح. انا نقول لك انا خدمت معاه ويشوف مليح اللي يخدم واللي ما يخدم. يدخل في قرارات المدرب؟ لا شو ما سبحان الله، ما يدخلش في قرارات المدرب. لا 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 ما نظنش يتدخل، ولكن يغير كثير المدرب. لا هو لا، حتى النتائج اللي وصل لها اليوم وكان اللي وصل لها فريق شبه الصوره تاكد انه كاين ناس ربوا هذا الفريق. والله واقفين عنده رجال واقفين معاه. نعم عنده رجال واقفين معاه، وانسان هو ثاني قريب للفريق بزاف، ما يخليش اللعاب وحده. سي تانغا علاش ما يلعبش هذاك اللاعب واقف مع اللاعب تاعه اللي ما يلعبش؟ علاش ما يلعبش؟ علاش هادي وهذاك اللاعب اللي ما يلعبش اللي يجي يشكي؟ هو يوقف معاه، وكي يدخل تيرا لازم تبين. يعني سي تانغا واقف مع الفريق تاعه ويحب الفريق تاعه وعنده ناس وراه. الله يبارك، كيما حمادي كيما مامون كيما العربي خدامين، سي دي جون واقفين على الفريق خدامين. هذاك اسمه ثاني الله يذكره بالخير على كل حال، في لساني ونسيته، انسان محترم و والله غير يزعف عليا هو سي نورمالمون سي لو داف تاع ليكيب. نعم انسان محترم وخدام وعنده هما شوف في سي الشبيبات الصورة كي ناسها كي اللي يخدموا فيها يحبوا الفريق. نعم وهذا الانسان زرواطي يشابوتي من الفوق. سي تانغا اللي قريب الفريق ماشي من بعيد، قريب انا يقول لك انا خدمت فيها نعرف قريب بزاف الفريق. حنا نتمنوا انه ربما تجربه محمد زرواطي وفريق شباب الثوره تنعكس ولا نشوفوها تتكرر في فرق اخرى حتى ربما تخرج من هذا المشاكل اللي راهي تتخبط فيها. صالح عجبتني في برنامج اليوم، راك في كل مره تمد لي طميره حسيمه، راك اعطيت لي الله باللومي المواد راك 10 تاع الصح. قلت لك من قبل راك تدخل اليوم انت اول 10 تاع السلبي. تكلمنا على المدربين واعطيت لي نقطه مهمه هذا الموسم، نتكلموا على المدربين وعلى تعيين وإقالة المدربين. قبل انطلاقة الموسم كانت هناك إقالات تعيينات وإقالات بالجملة على رأس عديد الأندية الجزائرية. نتكلموا أيضا على المدربين الأجانب، 11 مدرب أجنبي في البطولة الأولى من أصل 16 مدرب يشوطون في المحترف الأول، سنتحدث عليهم في هذا في الفقرة المقبلة، لكن بعد هذا التقرير الذي أعده لنا الزميل خالد دوها من الصباح. العاشر من أوت موعد لانطلاق بطولتنا المحترفة
بين قوسين، محترفة حقا لأنها حافظت على تقاليدها المعهودة والمعلومة، والقوسين لأن تلك التقاليد سلبية ورؤساء أنديتنا بالشعار على العهد باقون لا استقرار فني والكل مع التغيير، تغيير في الطواقم الفنية مع بداية كل موسم جديد، فباستثناء احتفاظ 5 أندية بمدربيها 11 منها فضلت انتداب طواقم جديدة أغلبها من الخارج، وهناك من الرؤساء من أبدع وتألق، تغيير واثنين وثلاثة في مرحلة التحضير فقط. على العهد باقون، ورياح التقنيين الفرنسيين دائما تهب ناحية بطولتنا وبقوة. 6 مدربين من فرنسا من أصل 11 تقنيا قدموا من خارج الوطن، والبداية بالمدرب كازوني الذي يواصل مع مولودية الجزائر، مرورا إلى العائد آل ميشيل الذي يخوض تجربة جديدة مع الصاعد الجديد مولودية بيجايا، إضافة إلى تيري فروجر الذي تم انتدابه للإشراف على اتحاد العاصمة، وفرانك دوماس الذي يتولى زمام العارضة الفنية لشبيبة القبائل. وأرض بطولتنا ما تزال خصبة للأجانب. على صعيد آخر، فضل عدد من التقنيين الجزائريين خيار الهجرة هذه الصائفة، وأسماء أخرى فضلت مواصلة العمل خارج الوطن بصورة خير الدين مضوي المدرب، غير الوجهة من الدور التونسي إلى الدور المصري في الوقت الذي اختار فيه المغترب ميلود حمدي تولي شؤون نادي السالمية الكويتي، كما اختار الثنائي رحموني وموسوني خوض تجربة خارج الوطن، وبن شيخة رفض البقاء في البطولة الوطنية بعد تجربة قصيرة مع وفاق ستيف لم تكلل بالنجاح، وقرر العودة مجددا للعمل في الخارج. إذا 11 مدربا أجنبيا ينشطون في المحترف الأول من أصل 16 فريق، 5 مدربين محليين فقط متواجدون على رأس الأندية الجزائرية وأندية الدرجة الأولى، في حين اختار مدربون جزائريون المغادرة غادرت الأرض الوطن والعمل خارج الجزائر في صورة الأسماء التي ذكرهم خالد تهامي، آخرهم كان عبد الحق بن شيخة الذي طار إلى ليبيا وإلى الاتحاد الليبي. صالح بي عبود، إلى ظروف أحسن، إلى ظروف أحسن ربما من البطولة الوطنية. 11 مدرب أجنبي من أصل 16 مدرب ينشطون في البطولة الوطنية، ربما الميزان عكس الموسم الماضي، يعني كل يعني هناك تذبذب من موسم الى اخر، كاين موسم يعني نوجدوا عدد المدربين الاجنبيين كبير، ثم نمر الى موسم اخر وين العدد يقل. اليوم في الموسم هذا ونحن في بدايه الموسم 11 مدرب اجنبي، ولكن هل ما هي يعني الاضافه اللي يجيبها المدرب الاجنبي؟ انا كنشوف مثلا بطل الموسم الماضي هو شباب قسنطينة بمدرب جزائري، حائز على الكأس الجمهورية اتحاد بلعباس بمدرب جزائري، آخر لقب إفريقي بمدرب جزائري. نعم. مضوي. نعم. أتساءل، ولكن في نفس الوقت نظن باللي الأندية تبحث عن المدرب الأجنبي بلاك اللي عنده بلاك عنده أحسن تسيير في الـ في الـ في ناحية اللاعبين المجموعة. لان المدرب الجزائري اصبحت له صعوبات باش يدرب امام الضغط الكبير والظروف نتاع الفريق. انت ذكرت سي عبد الحق بن شيخه ونروح يعني نحيوه بالمناسبه، كانت عنده صعوبات في الفريق، عنده صعوبات، ولكن استاء الى بعض الانصار، يعني كي يكون هناك تجريح وسب وشتم. بعض انا نظن بلي بعض المدربين ما يقدروش يعني يدربوا في الظروف مثل هذه، حتى مدرب الكبار وحتى الانديه ما اصبحتش هي الاخرى دير الثقه في المدرب الجزائري وتصبر عليه، ولهذا في كل مره نجيبوا المدرب الاجنبي نشوفوا اذا مشات معه النتائج هاو باقي في النادي، ولا ما مشاتش نستنجد بمدرب جزائري محلي. في كل بالحديث على بالحق بن شيخه، نذكر فقط مشاهدينا الكرام انه سيعمل مع طاقم محلي فريد زميتي كمساعد، وفريد بالبلاط ايضا كمدرب لحراس المرمى. فيصل بن طلعه، ربما لما نتكلم على المدرب المحلي نقول مهمش من ناحية، نعم هو مهمش في الآونة الأخيرة ويتم الاستنجاد بالمدرب الأجنبي، لكن لما ناخذ يعني لزوبجكتيف أهداف الفرق، علاش تجيب مدرب أجنبي وانت راح تلعب على ضمان البقاء؟ هل المدرب المحلي مش ما يقدرش حتى ضمان البقاء في البطولة الجزائرية اليوم؟
والله واش نقول لك انا هنا ما نقدروش نتكلموا بزاف على الامر هذاك انا كتقني وكمدرب، ولكن نشوف باللي عندنا مدربين هنا جزائريين نوافق الشيخ عبود عن باي صالح. نعم عندنا مدربين جزائريين عندهم كفاءة كبيرة ورمي عندهم البطالة والله كما يقول لك عندهم امكانيات كبار وعندهم نعم. يعني شوية الإنسان لازم يصبر عليهم وكما يقول لك شوية بلو سيبورتور شوية تانيك يرحم باباك تدخل ستاد يسبك بيماك بالرأي يجبد لك كل السبان هذيك لا ما هوش مليح على كل حال. نتمنى إن شاء الله عندنا مدربين كبار وعندهم كفاءة وخدموا ونالوا عدة كؤوس وعدة تتويجات كما يقول لك أنا كما ديما نعود نولي الصيف نهار كانوا يقولوا عندنا احنا في الجزائر ما عندناش فوتبول. نعم صيف خرج الشامبيونز ليك لعبت كوب دي موند كيفاش تقول لي ما عندناش فوتبول هنا؟ اعطيني يرحم بابك بمدرب محلي وبلاعبين محليين جوار لوكال تاع الجزائر مصطيف واحد من باتنا واحد من قسنطينه واحد من الجزائر واحد من عنابه ربحنا بهم وخرجنا الشامبيونز ليك دات صيف الامر اتحاد العاصمه وصل وصل النهائي ليوسما بعدين ليوسما وصلوا النهائي يا اخي لاعبين تاع الجزائر يا اخي ما جاوش من فرنسا ولا من الجزائر وهذا سي تاني ترونجي نقول هذا ثاني ميغريم لكن الجزائري جزائري هكذا ومادوي جزائري لحق فيناليست نعم بلوتو دا لا تشامبيونز ليغ ولعب كاس العالم للانديه نعم لعب كاس العالم واش نقول بلوس كو سا واش وقال لك الفوتبول تاعنا ماهوش مليح بلوس كو سا واش زيد لازم نردو كوب دي مود باش نولو مليح حنا واش خصنا هنا في الجزائر نقول لك خويا العزيز حنا خصنا التنظيم حنا خصنا برك المشكل التنظيم وشوية كما يقول لك لازم الرؤساء الأندية ولا كما راه يدير دوك ما اسمه واش يقولوا له الله يذكره بالخير بريزيدون دو ليغ ناسيونال مدوار يكمل فيها الطريق واللي عنده حقه يديه واللي ما عندوش حقه يقعد ربما دائما تعود يعود المشكل في الرؤساء المشكل شوف المشكل وين راهو المشكل وين راهو هنا في الجزائر سي بروبليم دارجون عندنا لاعبين عندنا امكانيات عندنا مشكل مالي ويتعاقد مع مدرب اجنبي خلطوا بعمله صعبه شوف نعطيك مثال دوك تجيب انا اونترينور اترونجي وانت ما تقدرش تخلصه ومن بعد هو يروح هو وين يروح هذا الاترونجي يروح لا فيفا لا فيفا تلحم لا فاف دراهم نعم. صح ولا لا وعلاش علينا انا كاين دي كلوب اعطيتني شويه دوك اعطيتني باب نحلها شويه وانت كملها خير من الاحسن هو باي كملها نعم دوك كاين دي كلوب ما نقولش صغار دي كلوب كيفاش راح تجيب انا اونترينور تاع 15000 ولا 10000 يورو وانت ما راكش الهدف تاعك ربما ضمان البقاء الهدف تاعك البقاء نعم هذا اللي حبيت النقطه اللي حبيت نتكلم فيها لازم هو يكملها على كل انا طولوا ليه الكلمه كملها سامحني برك نكمل تفضل لان كاين الانديه ما يستاهلش تجيب مدرب اجنبي ما يستاهل هذا الفريق ما يستاهلش باش يجيب ليش علاش ما عندكش اموال ماشي قضيه حتى اهدافك يعني ما تستحقش يكون مدرب اجنبي قبل ما تجيب اونترينر لوكال خويا يعاونك ويفهم العقليه تاع الجزائر ويفهم العقليه تاع اللاعبين تاعك ويفهمك انت وما تخسرش اموال في عوض انت راح تعطيهم لهذاك المدرب تخليه صاف كو كاين نقولوا كيما نقولوا دي غران كلوب يجيبوا مدربين نحبوا نطوروا كره القدم تاعنا معليش يا سيدي معليش دي غران كلوب هنا في الجزائر كاين انديه كبار يقدروا يخلصوا هذا المدرب الله يبارك جيب على روحك نعم حنا انا بيرسونيل مو شي با كونط مي لازم تخلص اون كونتر بارتي لازم تخلص هذا المدرب حتى الاهداف تاعك تكون الاهداف تاعك انت تقول لي باغ اكزومبل راح نلعب على المانتيا وتجيب ان اونترينور ايترونجي بصح واش من اونترينور ايترونجي انا بار اكزومبل كي تقول لي بادوزاكو سي تان نون خويا العزيز تحب ولا تكره سي تان غران مسيو ميم واسمو الطوسي سي تان غران مسيو الله يبارك ولدي في الجزائر نفس الشيء نعم إيه ولا انت تجيب لي واحد من الدرجه السابعه علاش بريفير انا اش بريفير ان اونترينور لوكال اللي يمد زياده الفريق ويعاون ويحب الفريق ويضرب عليها باش تقعد في الناسيونال اون لانه هو مرتبط بالعقد تاعو تقعد في الناسيونال اون يقعد هو نعم وليك الخط ماذا بك صالح ربما يعاب على المدرب المحلي خاصة من المدرسة ما نقولوش القديمة ولكن ربما اللي صنعت اسم في الساحة الكروية الجزائرية يعاب عليهم أنهم ربما ما يديروش لي كور دو ريسيكلاج وما يقراوش لا دي فورماسيون زيادة على 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 واش لازم لا لا أظن ذلك نظن باللي المدرب الجزائري يعني حتى من الشبان اللي طالعين كما يقولوا كان المدربين شباب اللي راهم يديروا في نتائج يعني في كل مرة نعطيه الفرصة للمدرب جزائري شاب البطاقة البيضاء والظروف تاع عمل على سبيل المثال بلال زيري في نصرية حسين داي نعم منذ أخذه زمام الأمور النصرية
دارت نتائج جيده، بقات 21 مقابله بدون انهزام حتى اخر لقاء امام اولمبي المديه في الموسم الماضي. تحكم مثلا تكلمنا على شريف المزاري، تكلمنا على لامين بوغراره اللي عندما كان في تجنان حقق نتائج ايجابيه، كان هناك استقرار، كانت هناك نتائج. عندما تجنان استغنات على هذا المدرب دخلت في دوامه. شوف هو المدرب ايضا اثبت نعم الكبير الموسم الفائت مع نصر، كان عده اسماء يعني عده اسماء نقدر نذكرها. ولكن شوف انا مانيش ضد المدرب الاجنبي، عندما يكون المدرب الاجنبي يجيب الاضافه في بطوله قويه ويرفع من المستوى. نعطيك على سبيل المثال في الموسم الماضي في انجلترا من بين 20 فريق عندك 15 مدرب اجنبي. نعم هذا وحتى عدد اللاعبين الاغلبيه صحيح. اجنبيين صحيح. كان في بعض الاحيان فرق انجليزيه تدخل من الحارس المرمى، حتى لاعب اجنبي، حتى لاعب اجنبي. ولكن هذه اغلى بطوله في العالم. اغلى بطوله في العالم. احنا ماناش في هذا المستوى هذا. ولهذا المدرب الاجنبي كيجي الى الجزائر اذا جاء باش يعني لاهداف باينه مثلا يرفع من المستوى ويحسن اداء الفريق والفريق هذا يترقى الى مستوى اعلى باش يلعب على عده جبهات ويروح يفوز بالقاب قاريه لملا، هذا شيء مقبول. ولكن كيجيب يعني مدرب مغمور مع تقريبا يعني ما عندوش بطاقه، ما عندوش اسم، ما عندوش تاريخ، وياخذ يعني مكان المدرب المحلي بالعمله الصعبه وباموال كبيره بدون شك، هذا يعني شيء غير مقبول. لان يعني المدرب الجزائري قلت لك تعطي له الظروف اللازمه هو الاخر يدير. ولكن نظن باللي اليوم خلقنا نوع من العقده وين اصبح المدرب الجزائري ماهوش مقبول عند بعض الانصار ولا بعض الاسماء نتاع المدربين الجزائريين وخاصه منهم، وهي ماهيش بالك غلطه نتاعهم لان هناك عدم استقرار في الانديه، ولهذا توجد المدربين يتنقلوا من نادي الى اخر. ذلك كان مدربين في نفس الموسم يدرب ثلاث او اربع انديه، هذا نعم. كذلك غير معقول حتى بالنسبه للصوره نتاع المدربين صح. هذا يخلي حتى المناصرين ما يقبلوش هذ المدربين، ولهذا اصبحت يعني معضله سواء للانديه للمدربين وللانصار. ولهذا اليوم دخلنا في نوع من هذه الاشكاليه تاع المدرب المحلي، اما يعني اصبح الوجود نتاعو اصعب في البطوله. حتى رؤساء الانديه ربما يستعملون ورقه المدرب الاجنبي كورقه رابحه ربما لاغراء الانصار ولاثبات انه الرئيس ربما راهو حاضر هنا لرفع بالفريق. لكن لما نتكلموا ايضا على مدرب اجنبي ما يكونش عنده مستوى، ما نقولش ما يكونش عنده مستوى، لكن كاين مدربين اجانب لم يشطوا في البطوله الوطنيه ربما صلاح بن عبود لا يشتغلون سوى في البطوله الوطنيه، مثال ذلك ألان ميشيل المدرب الفرنسي ربما في كل الذي تأقلم مع الأجواء الجزائرية ومع رمضان في اللي يحب الشربة واللي يحب البولا. كان يشتوا في واحد الحوار كان مدرب للشباب بلوزات قال أنا والف في الجزائر، الجزائر مليحة وصح الجزائر مليحة ماشي غير هو، كان مراكشي كان المدربين اللي يحبوا الجزائر وتأقلموا فيها. وكي يكون عندك أجر تديه في الجزائر وما تديهش في بلد آخر بدون شك تبقى في الجزائر. وهذا هو الامر اللي شفناه احنا على المدرب على كل حال ألان ميشيل. يلا صلاح بن عبود نروح لنقطه اخرى، سؤال اخير قضيه فريق شباب الوزداد. نقول له شباب الوزداد لانه فيصل فريق سابق ما يغطيش يطيح عليه بزاف، لكن احنا نتكلموا بموضوعيه. الفريق اللي ربما يراسه رئيس راه غايب تماما على الواجهه، فريق اللي عين ثلاث مدربين أربعة قبل بشريف الوزاني قبل يعني ثلاث مدربين تغيروا، يعني هل هذا أمر هذا نادي يدخل في سجل الجينيس نعم قبل البطولة قبل بداية البطولة صح. لا شوف هذا شيء مؤسف، يعني للأسف لأن فريق شباب الوزداد وإحنا في الآونة الأخيرة حضرنا وفاة اللاعب الكبير العملاق حسن الماس أسطورة الكرة القدم الجزائرية اللي لعب ونشط في نادي مثل هذا، واللي ما يعرفش يعني تاريخ هذا النادي يعني يتحسر كثير نعم. ولهذا اليوم نطلبوا وشوف يعني الكلام اللي اتى به منذ قليل طلعه قال لك زرواطي قريب من النادي نعم. تاعو وعنده وجود يومي تقريبا في الفريق عكس بو حفص رئيس شباب الوزداد اللي عندما جاء يعني في الخطاب تاعو قال اللي خلاص الشباب باع الوهم نقولوا للانصار باع الوهم للانصار، واليوم نشوف يعني النتائج اللي نتمناه ان شاء الله ان الرجال تاع فريق شباب الوزداد يلتفوا حول هذا النادي صحيح. ويجدون حلول، لان كان هناك حلول سواء بالنسبه لبو حفص ولا لايجاد حلول اخرى.
والتاريخ يعني يقدر يعيد نفسه، لان شباب وزداد مر بعده مراحل اخرى صعبه ورجع الى الواجهه بفضل رجاله، وان شاء الله نتمنى كذلك شركه وطنيه او شركه يعني سواء كانت اصبحت حتميه خاصه أصبحت ضروره خاصه او يعني وطنيه يعني تحط الاموال تاعها في هذا النادي ولملا في نوادي اخرى، باش تكون عندنا كذلك بطوله قويه ونروحوا نهتموا الا بالمستطيل الاخضر. وكفانا احاديث واقاويل وبلاطوات حول المشاكل تاع الكره لخاطر المستطيل الاخضر. نعم، وشفنا امس كان فيه ربما تعاقد فريق الموب مع شركه سونابراك الوطنيه، ربما ستكون متنفس لهذا الفريق لتسويه المشاكل المالية. ربما دي كل النقاط اللي كنا حين تكلموا فيها لنهار اليوم. فيصل بطلع عندك إضافة؟ والله عندي بداية إضافة على كل حال، ماذا بيا إن شاء الله نشوفوا الشباب يعود يرجع الواجهة تاعه وإن شاء الله يحلوا المشاكل تاعه. نفس الشيء اتحاد بليدة فريق كبير، مدينة كبيرة وعندها جمهور كبير عريق ويحبوا يتنفسوا كرة القدم بليديين تاني. نفس الشيء عندهم مشكل فلوس كي نفس الشيء. نتمنى إن شاء الله الشباب الوزداد يعود يرجع، وكل أندية إن شاء الله يعني كما يقول لك تتحصل على كما يقول لك نفس الشيء على الفلوس هذه. يعني نتمنى إن شاء الله على يعني ما نطولوش في الكلام، نتمنى إن شاء الله ما نزيدوش نتكلموا على المشاكل تاع الكرة تاع الفلوس. كل يعني كل مرة أنا في موسم تاسعة الاحتراف مازلنا في كل مرة نعانوا من بداية السنة مشكل وشنو؟ فلوس. مشكل وشنو هو؟ يعني ما عندناش الفلوس. ان شاء الله نتاسفوا على كل عام، ونتمنى ان شاء الله شباب الوزداد تحكمها شركه وطنيه ولا كما قال لك خاصه، نتمنى لها كل خير لان فريق كبير وعريق وعنده كما يقول لك لاعبين ممتازين. ان شاء الله نتمنى لهم يعودوا المستقبل ان شاء الله يكون معهم ان شاء الله. ان شاء الله للشباب ولكل الانديه الجزائريه. صلاح بن عبود يعطيك الصحه، كلمه ختاميه. انا نتمنى ان شاء الله ان البطوله تاع الموسم هذا تمر يعني في ظروف جيده سواء فوق الميدان او في المدرجات، يعني ما كفانا عنفا كفانا كما نقولوا ويكلو هذه الامور. نتمنى كذلك الاستقرار للانديه، ان كل نادي يبحث على كما نقولوا صيغه باش يبني النادي على اسس قويه، وكما نقولوا يوجد موديل ايكونوميك لكل نادي. مثلا نعطيك انا على سبيل المثال فريق نادي بارادو اللي ما عندوش قاعده جماهيريه، ولكن وجد الظله تاعو بفضل التكوين. اللاعبين اللي يكون فيهم منذ عشريه اليوم راهو يصدرهم الى الانديه الجزائريه وحتى الى الخارج، خلاه يجلب اموال. اليوم الفريق مستقر بامواله بتسييره، هذا نتمناه الى الانديه الاخرى باش توجد يعني هذا كما نقولوا الموديل ايكونوميك بتخلي النادي هذا يدخل في استقرار، وحتى الاستقرار يجلب الاموال ويجلب يعني الناس اللي تحب تساعد. واخر شيء اللي يعني ان شاء الله نتمناه هو الاعتناء بالفئات الصغرى والتكوين، لان هذا هو مستقبل الكره الجزائريه، باش ما نبقاوش غير في الفرق الاولى دي سينيور ونخليو كما نقولوا الفئات الصغرى. والاموال ان شاء الله الاموال تاع الدوله الجزائريه اللي تصب في الانديه ان شاء الله تكون تصب بالنسبه للفئات الصغرى والفئات الكبرى. كل مسير لازم يدبر راسه كما نقولوا، يجيب سبونسورينغ باش يخلص اللاعبين تاعو، وما نضخموش من الاجور، خليو الاجور يعني معتدله حتى اللاعب كما نقولوا يكون يعني في ظروف جيده تاع عمل. وهذا هو اللي نتمناه للكره الجزائريه. صاحبي عبود راح نغتنم الفرصه لانه راح نفتح قوس صغير وقت البرنامج انتهى، ولكن ما نقدرش نتكلموش عن المنتخب الوطني. صاحبي عبود تكلموا على مادام انك مستشار رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم، تكلموا على تعيين جمال بلواضي على راس الاتحاديه او على راس المنتخب الوطني. على بالي تكلمت في تصريحات سابقه لوسائل الاعلام، لكن ما نغتنم الفرصه اليوم راك متواجد هنا في البلاطو. تعيين جمال بلواضي طبعا يقال انه عين في الوقت الاضافي الضائع الوقت الاضافي، ولكن هذا الكلام ولا هذا ربما اللبس كان وراء تصريحات رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم سيد خردين زنشي الذي قال بالحرف الواحد أن الاتحادية في مفاوضات مع مدرب عالمي مدرب مونديالي يلعب المونديال. بعدها المفاجأة كانت بتعيين جمال بلماضي، رغم أنه إحنا في هذا البلاطو في وقت المونديال كنا تكلمنا أنه جمال بلماضي راهو في القائمة. صحيح كان في القائمة من قبل. صح يا شوف، أولا ما كانش هناك لقاء، ما كانش حاكم من الوقت ويستناو باش يخلق اللقاء باش نقول الوقت الاضافي. نعم هذا يعني نظن بلي كلام يعني
خاطئ. الوقت الاضافي بالنسبه لكلام زوتشي قال راح لا شوف اليوم اخي الامور حسمت نظن انا نعطيك في حوصله قصيره كيفاش مشات الامور. نظن باللي منذ البدايه كان هناك كلام كثير حول فايز علي لوزيتش كثر الكلام. صح انا نقدر نقول لك باللي رئيس الاتحاديه التقى مع فايد علي لوزيتش في مدينه باريس. اولا فايد كان طلب ان اللقاء يكون في ليل ولكن رئيس الاتحاديه رفض قال نتلاقاو في باريس. كان هناك لقاء بين كان كذلك ربو حداد مع فايد وخردينسكي كان هناك كلام ولكن بعد اللقاء هذا ظهر باللي فايد ما كانش متحمس كثير للعوده الى الجزائر. نعم اذا ورقه حط شروط تعجيزيه نقدر نعطيك طلب مبلغ تاع 380 الف اورو شهريا. مبلغ كبير جدا. مبلغ كبير كبير جدا. ثم كان هناك شوف يعني الاتحاديه ما تقدرش يعني كان عندها عده ملفات عده اوراق فوق الطاوله ولكن ما كانتش تتفاوض في نفس الوقت مع كل الناس. كل ما تتفاوض مع واحد تخلي الاخر يعني بجنب. ثم كان هناك الثاني المرشح الثاني وهو كارلوس كيروس. في نفس الوقت كثر ورا الكلام حول الفيرونار ولكن ما تنساش الفيرونار كان عنده عقد وما زال عنده عقد مع الاتحاديه الملكيه المغربيه ولهذا يعني من المستحيل انك تتفاوض مع مدربه في عنده عقد. تصرف بعيد عن الاحترافيه. نعم بعيد عن الاحترافيه. كان هناك تفاوض مع كارلوس كيروس. في الوهلة الأولى كارلوس كيروس كان متحمس كثير باش يدرب المنتخب الجزائري وكان هناك كلام ومشاو في الكلام مع رئيس الاتحادية ولكن في آخر اللحظات كارلوس كيروس غير اللهجة تاعو. ماذا جرى؟ الله أعلم. هل دخلت أطراف أخرى؟ أكثر ولا قال باللي عندي عروض أخرى ومن جانب المالي غير الموقف السعر تاعو. نعم غير الموقف تاعو. ولهذا عندما رئيس الاتحادية شاف باللي كارلوس كيروس بدا يتراجع نوعا ما على يعني الاشراف على المنتخب الوطني قبل العرض صرف النظر عليه وكان هناك جمل بالماضي اللي كان هناك عليه كلام منذ يعني عده اشهر والاخر كان يدرب في الاشهر الاخيره ولكن اليوم ماهوش يشرف على كان بدون فريق. نعم لا يتعاقدوا مع نادي التحل بسرعه يعني ما الاتحاديه ما ضيعتش الوقت باش ما نقولوش باسكو كان يقولوا بار ديفو ماشي بار ديفو كان خيار هذا تلو الاخر. نعم جات الفرصه تاع بالماضي الامور حسمت بسرعه لان جمل بالماضي انا نعطيك يعني معلومه عندي صديق التقى به في عندي منذ اربع اشهر في قطر قال له انا متحمس لاخذ زمام الامور في مع المنتخب الجزائري عندما يكون هذا المنتخب يعني ما عندوش نفس لان منذ اربع اشهر كان ربح مازال على راس العارضه الفنيه. اليوم ما كان حتى واحد على العارضه الفنيه. اظن المانجير حكيم الدان هو اللي قام بالاتصالات بسرعه ثم انتقل زوتشي يوم اول اوت يوم الاربعاء. نعم كان هناك لقاء نظن باللي الامور حسمت بسرعه لان ما تنساش حتى بالماضي كان مرفوق بعزيز بوراس المدرب السابق لفريق حراس المرمى. نظن الكل التف حول قضيه وهي الفريق الوطني وهي الجزائر ومصلحه المنتخب الوطني. ونظن بالماضي فيه تقريبا اجماع حول هذا المدرب. صح اللي عنده مواصفات بلاك يعاب عليه انه ما يعرفش افريقيا كما قال البعض. البعض قال ارمى القميص نتاعو في 2001 في لقاء مصر ولكن نظن باللي هذه حادثه نضعوها في 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 محلها لان بعد ذلك لعب لقاءات اخرى مع الفريق الوطني ولعب حتى بكاس الافريقيا لكنه لبى النداء في الوقت اللي كان المنتخب الوطني في حاجه ليه وكان نجم في مارسيليا. نعم واليوم احتاج اليه الفريق الوطني كمدرب وهو مدرب شاب مثل المدربين اللي رانا نشوفوا فيهم ينشطوا عالميا. لبى الدعوه. المطلوب اننا نلتف حوله كمسؤولين كمناصرين كصحفيين ونعطي له الظروف الجيده باش يعيد الفريق الوطني الى الواجهه. لان ما نساوش بلي الفريق الوطني راهو في وضعيه جد حرجه. نعم وراهو مقبل على اول لقاء نتاعو في تصفيات كاس امم افريقيا 2019 اللي حتجري في شهر جوان بالكاميرون. نعم والاستحقاقات القادمه مهمه للمنتخب الوطني كاس افريقيا وكذلك مونديال قطر في صلب بطلها. ناخذ رايك في ثواني في عجاله لان الوقت برنامج انتهى. بالماضي كان الخيار الانسب للمنتخب الوطني الله شاء الله باجماع المتتبع يعني. نعم نتمنوا له كل خير. هذا فريقنا وفريق الجزائر ان شاء الله كما يقول لك يقدر يساعد هو الفريق الوطني تاعنا لانه هو ستانجون وهو جاي كما يقول لك يعرف اللاعبين هذه جونهم يعرفهم. Donc je pense qu'il va apporter beaucoup de choses
à l'équipe nationale avec son sa modeste expérience. On te souhaite tout le خير. لان علاش كيما يقول لك نعطوا له لا شونس تاعو كي هو كيما كيما المدربين اللي جازوا الحق وقته نعطوا له المهمه تاعو وان شاء الله نتمنوا له كل خير وربي يسهلها ان شاء الله. موفق ان شاء الله هو والمنتخب الوطني فيصل بطلع كنت حاضر معنا شكرا جزيلا لك على تلبيه الدعوه. صالح بيعبود ايضا الاعلامي مستشار الفاف شكرا جزيلا لك على الاضافه اللي قدمتها لنا في البرنامج. شكرا موصول ايضا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعة. نلتقي غدا في نفس الزمان والمكان. إلى اللقاء.